بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، أما بعد، أبنائي طلاب الصف الأول المتوسط، مع القرآن الكريم وحصة اليوم هي حفظ سورة التحريم من الآية 1 إلى الآية 5. أولا أهداف الدرس: تلاوة الآيات تلاوة صحيحة، ومراعاة أحكام التجويد وتطبيقها، والتعريف بالصورة. فهيا بنا أبناء الطلاب نبدأ بتلاوة الآيات المقررة حفظا من سورة التحريم من الآية 1 إلى الآية 5. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. صدق الله العظيم. أبناء الطلاب، بعد أن قرأنا الآيات تعالوا بنا لنتعرف على بعض أحكام التجويد في هذه الآيات. أول شيء يجب أن ننبه عليه وهو النون المشددة، لأنها تتكرر كثيرا. النون المشددة لابد أن نغنها بمقدار حركتين، فنقول يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي، ننطقها هكذا. ثم قال والله غفور رحيم. غفور الرحيم هنا تنوين، جاء بعد التنوين حرف الراء، والراء من حروف الإدغام بغير غنة، فنقول غفور رحيم، غفور رحيم، لأن حروف الإدغام بغير غنة الراء كما قلنا قبل ذلك الراء واللام. فإذا جاء بعد التنوين أو بعد النون الساكنة راء أو لام فيكون هذا إدغام بغير غنة، ندغم ولكن لا نغن، فنقول غفور رحيم، غفور رحيم، ننطقها هكذا. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فلما، كلمة فلما أداة مشددة عنده لابد أن نغنها بمقدار حركتين. كلمة عن بعض نون ساكنة جاء بعدها حرف الإقلاب وهو حرف واحد وهو الباء، فإذا جاء بعد التنوين أو بعد النون الساكنة حرف الباء فيكون هذا إقلاب، ولذلك تجده في المصحف يعني بيسوي لك علامة ميم عشان تقلب النون الساكنة أو التنوين ميم. فإذا جاء بعد النون الساكنة أو بعد التنوين حرف الباء فيكون هذا إقلاب،
فنقلب النون الساكنة ميما فنقول عن بعض، هكذا تنطق عن بعض. فلما نغنى بمقدار حركتين، فلما نبأها بي قالت من أنبأك. نون ساكنة هنا جاء بعدها همزة، والهمزة من حروف الإظهار، فلا يجوز أن نقول ما أنبأك، هذا خطأ كبير. لماذا؟ لأن النون الساكنة جاء بعدها همزة، والهمزة من حروف الإظهار فنظهر. وكما قلنا أيضا قبل ذلك أن حروف الإظهار الهمز والهاء والعين والحاء والغين والقاء 6 أحرف، إذا جاء بعد النون الساكنة هذه الأحرف، أو جاء بعدها، أو جاء بعد التنوين هذه الأحرف، فيكون هذا إظهار، فنقول من أنبأك. طيب كلمة أنبأك نون ساكنة هنا جاء بعدها حرف الإقلاب وهو الباء، فنقول أنبأك. فما كيف ننطقها؟ نقول قالت من أنبأك هذا. إن تتوبى نون ساكنة جاء بعدها تاء، والتاء من حروف الإخفاء، فنقول إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكم. وإن تظهر نون ساكنة أيضا جاء بعدها تاء، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. عسى ربه إن طلقكن. هنا الهاء جاء بعدها الألف، فنقول هذا مد صلة، لابد أن صلة كبرى، فلابد أن نمد، نقول عسى ربه إن طلقكن، والنون المشددة كمان لابد أن نغنها. هنا برضو أيضا مد صلة، أن يبدله أزواجا طيب خيرا منكن. هنا بقى نون تنوين جاء بعد التنوين حرف الميم، والميم من حروف الإدغام بغنة، لأنه حروف الإدغام بغنة 4، ينمو مجموعة في كلمة ينمو، الياء والنون والميم والواو. فإذا جاء بعد النون الساكنة أو جاء بعد التنوين ياء نون ميم واو، فيكون هذا إدغام بغنة، ندغم ونغن، فنقول خيرا منكن. طب كلمة أزواجا خيرا، ليش ما قلنا أزواجا خير؟ خطأ كبير. لماذا؟ لأن هذا تنوين جاء بعده خاء، والخاء من حروف الإظهار، فنقول أزواجا خيرا، أزواجا خيرا على طول. طيب خيرا منكن، هذا يدغم بغنة، خيرا منكن مسلمات مؤمنات. طيب دي تنوين جاء بعده حرف الميم، فنقول مسلمات مؤمنات قانتات. شايف هذا إدغام، إدغام بغنة، مسلمات مؤمنات، يأتي بعده إخفاء، إخفاء. طب تائبات عابدات. هنا تائبات تنوين، اللي تحت حرف التاء هذا، في تائبات جاء بعد التنوين حرف العين، والعين من حروف الإظهار، فنقول تائبات عابدات. يبقى هنا حتخفي تدغي وتخفي وتخفي وتظهر وتخفي وهكذا. تعالى كده مسلمات مؤمنات قانتات تائبات. طيب تائبات عابدات لا نظهرها، نقول تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. ثيبات وأبكارا تنوين جاء بعد التنوين حرف الواو، فيكون إدغام بغنة، فنقول ثيبات وأبكارا. أبناء الطلاب، بعد أن تعرفنا على بعض الأحكام التجويدية في هذه الآيات، تعالوا بنا لنطبق هذه الأحكام. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به وأظهره الله عليه
عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. صدق الله العظيم. أبناء الطلاب، بعد أن قرأنا الآيات المقررة حفظا من سورة التحريم، تعالوا بنا لنتعرف على سورة التحريم. سورة التحريم سورة مدنية، آياتها 12 آية، ترتيبها في المصحف 66، وهي آخر سورة في الجزء 28. بدأت بأسلوب نداء للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. نزلت بعد سورة الحجرات. فما مواضيع السورة؟ مواضيع سورة التحريم: عتاب الرسول عليه الصلاة والسلام في التحليل والتحريم قبل نزول الوحي السماوي، وتنبيه الزوجات الطاهرات من إفشاء سر الزوج وإيذائه، والأمر بالتحرز من النار وجهنم، والأمر بالتوجه إلى الله بتوبة نصوح. أبناء الطلاب، نكتفي بهذا القدر. أسأل الله لي ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.